بس يعني عادي، بتضحي بحاجات عشان حاجات تانية، بتضحي بشعور معين بالحرية عشان تحصل شعور تاني بالأمان. وده بينطبق على الجواز زي ما ينطبق على السياسة زي ما ينطبق على كل حاجة في العالم. وأنا عمري ما كان عندي مشكلة مع المعادلة دي، طول عمري مبسوط بالجواز. لما كنت بقاعد قاعدة رجالة وتبتدي فقرة السفة على الجواز، كنت بقول في مخي يا عيني على الغلب، شوية حمير فعلا. بس في اللحظة دي ولسبب أنا مش فاهمه بالظبط، المعادلة دي بطلت تشتغل. ما كنتش عارف أتصرف إزاي. دورت عليا كتير مش كده؟ دورت عليكي؟ لا، انا كنت معدي من هنا لفت نظري صوت المزيكا فقلت اشوف بعد اذنك. تعالى هنا بهزر معاك. ايه مالك؟ عايز تنضم؟ الشباب بتوع الكايت سيرفنج بيتقابلوا هنا كل يوم خميس. ما اعرفش حد. وانا كمان ماليش في الجو بتاعهم ده خالص، بس قلت تغيير. بنتك عامله ايه دلوقتي؟ اردى بصي، يا بخت العيال، مفيش حاجه بتلزق، كله بيعدي وبيتنسي. صحيح. هو انت جيت هنا ازاي؟ يعني معاك عربية؟ حلو قوي، ممكن توصلني بليز؟ عشان انا بيتي بعيد عن هنا والوقت متأخر عشان اكلم توك توك. دي كلها 5-6 كيلو، يعني مش حكاية. اوكي، مش مشكلة. سيجارة؟ بلاش احسن. ايه بطل من قريب ولا ايه؟ بطل من زمان. يلا مش هموت من وحدي. كاتب بجد ولا هزار؟ لا بجد. اللي هو بتقعد في الاوضه لوحدك وتمسك ورقه فاضيه وتخبط راسك في الحيط عشان مش عارف تملاها ازاي؟ هو املاها وما تعجبنيش فاقطعها وارميها في الزباله، واخرج بقى ادور على حاجه جديده عشان اعرف ارجع املاها. ليه سيبها؟ بحبها قوي. اوكي، ما قلتليش بقى ايه الكتب اللي تحب تقريها. تفتكر ايه اكتر كتاب بحبه؟ اكتر كتاب يعني، انا عارف ان الستات يعني بيحبوا احلام مستغنم. لا طب ايه؟ الف ليله وليله. اوبا، إن هذا لحديث عجيب وأمر غريب، لو كتب بالإبر على أعماق البصر لصار عبرة لمن يعتمد. يعني تعرف؟ في كاتب يسمي نفسه كاتب ما يقراش ألف ليلة وليلة؟ أنت عارفة إن في أسطورة بتقول إنك لو قريتها من أولها لآخرها ممكن تموت. والله لا، أنا أول مرة أسمع كده. ما هي أسطورة على العموم، أنا قريتها كذا مرة من أولها لآخرها وما حصلليش حاجة. طيب وإيه أكتر قصة حبيتها في الكتاب؟ سؤال حلو ده.
يمكن حكيت شاب عزيز. وانا مش بفتكر القصص من بعض، بس في القصة بتاعت الحمال اللي بيجري ورا الست اللي بعدين طلعت مصاحبة جني. مش فاكر. بس علامة مش مكتوب عشان نفتكره. انت عارفة ايه احلى حاجة تستخدمي فيها الفيلم الاولي ده؟ انك تحكيها حواديت الاطفال قبل النوم. انا هنا بنتي ما تنامش غير على حواديت الكتاب ده. ايه؟ اطفال. يعني اكيد مش قصص بتاعت اطفال، يعني كلها موت وحروب جن وعفاريت واباحه بس انا بعدي الحاجات دي كلها. طب وسبت ايه بقى؟ الخيال، الحكمه اللي موجوده في الحواديت. احنا لمين اللي جاي؟ اوكي. عربيتك؟ قمر صح؟ صح، والبيت كمان قمر وقريب من البحر. العربية بتاعت جدتي والبيت بقى بتاع جدي. جدي كان دكتور في كلية هندسة، ساب القاهرة وجاي عايش هنا في التسعينات. التسعينات؟ البيت حلو جدا ومحتفظ بحالته رغم السنين. هو أنا ظبطت فيه شوية حاجات بس مش كتير. عايز تيجي تتفرج؟ مرة تانية معلش أنا اتأخرت. براحتك. تشرب حاجة؟ متشكر أنا كويس. ده إيه؟ ده دش. دش؟ مكان غريب أوي حد يستحمى فيه. جدي بقى كان مهووس بالنظافة، كان ما بيطيقش الرملة تخش البيت خالص. فبقى الكابينة دي عشان وإحنا راجعين من البحر نشيل الرملة من على جسمنا. بس بيني وبينك لما بتبقى الدنيا فاضية مفيش ألذ من إنك تستحمى في الهواء. بتفكر تجرب صح؟ الوقت اتأخر. شكرا على التوصيلة. مفيش حاجة. ما كنتش عارف اتصرف ازاي، وطبعا ما اعرفش انه جوزها، ولو كانت متجوزه طب ما قالتليش ليه. هل ما قالتلكش قبل كده انها ممكن تكون اتعرضت لاي نوع من انواع العنف المنزلي؟ لا، يعني احنا كنا بنيجي عند النقطه دي وما نفتحهاش، لكن كنت بلاحظ اثار يعني كدمات على رقبتها وسحاجات على بعض اجزاء.